ندد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستهداف المدنيين في غزة، رافضا وصف الأونروا بمنظمة إرهابية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بروكسل. نتابع. تهيئة العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، وهذا أمر كلنا ملتزمون على العمل عليه وسوف نتعامل معه بسرعة. وأيضا هذا متصل بالجانب الجديد من تعاوننا مع الأردن، وهي أول منتدى للأعمال الأوروبي الأردني والذي عقد في شارع حزيران في عمان، وهذا قد لاقى نجاحا لأنه قد أظهر الإمكانيات في إمكانيات زيادة العلاقات الاقتصادية، وأيضا سيكون أداة جيدة للقطاع الخاص من الأردن والاتحاد الأوروبي، لأننا نريد أن نعزز الصناعات الخضراء والصناعات الجديدة واقتصاد جديد ينشأ في الأردن، وأيضا زيادة فرص التجارة للشركات الأردنية والشركات من الاتحاد الأوروبي أيضا. وأيضا أداة مهمة أيضا قد كانت موجودة منذ البداية ولكن الآن قد أثبتت أهميتها، وهي خطة الاستثمار والاقتصاد والتي قمنا بتصميمها بالشراكة مع الأردن، فقد حشدنا 1.5 مليار يورو من الاستثمارات لكي تصب مباشرة في الاقتصاد الأردني وفي القطاعات الأكثر أهمية مثل إدارة المياه، حيث هنالك برامج لكفاءة الطاقة وأيضا إنتاج الطاقة. وأنا أيضا فخور بأن أشير إلى الدعم الذي قدمناه المبادرة والمشروع الذي تم المتعلق بالمياه والذي نسعى لتحقيقه قبل نهاية مدة هذا المجلس، ونريد أن نراه يبدأ لأنني متأكد محطة التحلية في العقبة، لأن هذا سيكون له أثر كبير ليس فقط فيما يتعلق بالاقتصاد ولكن سيكون له أثر على الظروف المعيشية للأردنيين. وفي النهاية أود أن أقول بأن الأردن كان دائما قوة داعمة للاستقرار في المنطقة، وهذا كان مهما جدا بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي، وأن نعمل وأن نلتقي سياسيا واقتصاديا وهذه الشراكة التي يمتاز بها الأردن مع الاتحاد الأوروبي مع الأردن، وينبغي أن نبدأ بالتفكير بكيفية زيادة تعاوننا، وهذا أمر أيضا قد تم بحثه في الاجتماع. ولذلك أود أن أشكر نائب رئيس الوزراء السيد الصفدي أيمن لو سمحت لي، لأننا كنا نعمل بشكل وثيق على مدار ال5 سنوات الماضية، وقد تعلمت الكثير منك فيما يتعلق بالمنطقة، وأيضا قد تعلمت منك التحديات ليست فقط التي تواجه الأردن ولكن الصورة العامة للمنطقة ككل. وأيضا أود أن أشكرك على